طبعا نواجه مشكلة تحدث معنا كل عام، وهي الأعداد المشاركة باحتفالات سبط النور. طبعا الطوائف المسيحية مع أبناء الطوائف في بيت المقدس قاموا بتسجيل شكوى رسمية ورفع قضية قضائية في محكمة العدل العليا، وهي المحكمة الأعلى سلطة قضائية في إسرائيل، لكي تمنع من الشرطة الإسرائيلية بتحديد المشتركين أو المحتفلين في عيد الفصح المجيد، لأنه إحنا بنعتبر أنه عيد الفصح المجيد هناك حرية عبادة، ويجب على الشرطة الإسرائيلية بأن تعطي الإخوة المسيحيين بأن يشاركوا أو يعطوا أدائهم وطقوسهم الدينية في داخل كنيسة القيامة بدون تحديد أعداد. لكن حتى تاريخ هذه الساعة لم يصدر قرار بالمنع أو بالقبول من قبل الشرطة الإسرائيلية، ونحن ننتظر هذا القرار، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير وعيد فصح مجيد.